هون بهيدا الفيديو رح نشوف شغلة بسيطة كيف انه هاي الخريطة اللي كان عنا اياها TM بالاحرى TM كيف فينا نشوفه en 3 dimensions studio. نفوت على RxN نروح add data TM اللي ديجا محضرينه مستحسن نكون TM WGS فور ما رح نشوف هذا add data هيدا هي الفايل اللي انتو ديجا حضرتوه من فوق فنعمل له exaggeration floating on custom surface هي ذاتها لو انا عندي صورة كمان في اعمل exaggeration على هالاساس هون هلا رح تركها مثل ما هي حتلاحظوا انه ما حتبين فكمان بدي ارجع نكبر شوي الفاكتور هاي اوكي لاحظوا في امجا مبين اوكي مي بروبورسيونيل فهون رح اعمل exaggeration حتى فايل ابلاي هون بتلاحظوا انه صار في مبينة عندي الرياف واضحة وبها مثل ما عندي بالارك ماب كمان في يغير بين الشادو والكولر هيك شوي احسن هون مثل ما ملاحظين عندي الـ TM تبع كل اثنين عن طوال ونص